تغريدات في حب الزعيم لمناسبة ثورة يوليو ومزيد من التفاعل على منصات التواصل على خلفية اعتقال رانيا الياس. كيف تفاعلتم مع الدعوة إلى إعادة كتابة القرآن الكريم؟ وأبرز التعليقات حول الوقفة الاحتجاجية في الأردن ضد العنف الأسري. أهلا بكم في حلقة جديدة من أنتم أونلاين، أقدمها وغادة سعد. مرحبا غادة. مرحبا محمد. إذن اليوم الذكرى السنوية 68 لثورة يوليو، كيف تفاعل الشارع المصري على منصات التواصل؟ ثورة يوليو محمد التي قادها الضباط الأحرار في الجيش المصري وأسفرت عن إنهاء حقبة الملكية في مصر لتأسيس النظام الجمهوري، وليأتي لاحقا الرئيس جمال عبد الناصر رئيسا للبلاد. الناشطون على السوشيال ميديا تداولوا صورا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مثلا هذا الناشط كتب في حب الزعيم ثورة يوليو، وأيضا شارك هذه الصورة، وناشط آخر أسمى تذكر بأحداث تاريخية بالقول تقول أنه عندما يتم إنهاء حكم سلالة ملكية استمرت في الحكم لنحو 148 سنة، وإنهاء الاحتلال الأجنبي وتأميم قناة السويس في تحدي لكل القوى الغربية من أجل بدء مرحلة جديدة في البلاد ولقيادة حركة التحرر في الوطن العربي. بدوره هذا الحساب الذي يحمل اسم الفرعون المصري بصورة لجمال عبد الناصر ببدلته العسكرية مع فلاح في تغريدة مرفقة، عندما استلم الفلاح الأرض الزراعية وأصبحت الأرض ملك له وتورث لأبنائه من بعده، بعدما كان يعمل في الصخرة عند البشوات وبقايا الأتراك، بين قوسين الحاشية الملكية الفاشية. أيضا أحمد نشر هذه الصورة وعلق بالقول ذكرى ثورة يوليو المجيدة التي أسست لمصر قوة وجيش ومكانة بعد سنين من الخضوع لملكية خاضعة للاستعمار قيدت دورها وطنيا في الداخل والخارج. اليوم كل شيء يسير في وطننا العربي تماما عكس لكل ما نادت به مصر بعد ثورة يوليو، ودفعت المنطقة ثمنا باهظا، رحم الله جمال عبد الناصر. طبعا غادة، نحن كنا تطرقنا في نشرات السابقة على الميادين إلى خبر اعتقال سيدة رانيا الياس مديرة مركز يابوس الثقافي للمسرح والسينما في القدس الشريف، إضافة إلى زوجها سهيل خوري مدير معهد أدوار سعيد للموسيقى في القدس. كان أيضا للإعلامي ريكاردو كرم تغريدة في هذا الشأن مرفقة مع صورة لرانيا الياس وزوجها سهيل خوري، يقول فيها: هذا ليس جرما فقط بل سعي لطمس كل معالم فلسطين الثقافية والفنية، وأرفقها بهاشتاج القدس المحتلة التراث الفلسطيني وهاشتاج أيضا فلسطين على الخارطة. أحد التعليقات لعصام حجازي قال له فيها: لأنه ما كان بصدد تنظيم مهرجان ثقافي فني في القدس والاحتلال يمنع إقامة أي فعالية فلسطينية في القدس منذ سنوات كان اعتقالهما. فعلا هكذا اعتداءات لا تكون فقط اعتداء على شخص معين، وإنما على ثقافة وتاريخ وموروث فلسطيني من أجل ربما محو التاريخ بكامله. محمد، في الشأن الإسرائيلي أيضا هناك تخوف وقلق وترقب لدى الإسرائيليين من عملية قد يقوم بها حزب الله ردا على استشهاد أحد عناصره في جنوب دمشق الشهيد علي كمال جواد، ويمكن تلمس هذا الأمر من خلال السوشيال ميديا. كيف بدأ المشهد على السوشيال ميديا؟ المعلق والكاتب الاستراتيجي يوني بن مناحيم كان له تغريدة مرفقة مع صورة الشهيد، يقول فيها: تأهب في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، خشية من أن يرد حزب الله على الحدود الشمالية على مقتل الشهيد علي كمال جواد في الهجوم الجوي المنسوب لإسرائيل على منطقة دمشق. بدوره معلق شؤون الإسرائيلية في صحيفة ماكوريشون نوعم أمير يقول: المشكلة في هذه القصة هي أنهم عندما يصدرون بيانا فهذا يعني أنهم سيردون، وطبعا هذا دليل كم أن لحزب الله مصداقية ولشخص السيد حسن نصر الله مصداقية في الرأي العام الإسرائيلي برد القاسي والموضوعي في كل عملية إسرائيلية يقوم بها سواء في الداخل اللبناني أم في الداخل السوري. قناة كان الإسرائيلية كان لها أيضا في تغريدة على حسابها الرسمي: خشية في إسرائيل من رد لحزب الله في أعقاب إعلانه أن عنصرا له قتل في الهجوم على سوريا. طبعا غادة، هذه المخاوف والهواجس التي يعيشها الشارع الإسرائيلي شعبيا أمنيا عسكريا وحتى سياسيا تتلازم مع الأزمة السياسية التي تمر بها حكومة نتنياهو غانتس الائتلافية في ظل أزمة كورونا، أزمة البطالة، الأزمة الاقتصادية. وكان له في هذا الشأن رد من هدى برك.
صحيح، علق في هذا الشأن بالقول إن نتنياهو واهم ووصفه بالشخص الخائف والمرتبك ويذهب نحو التحريض ونشر الأخبار الكاذبة، وقال عن التظاهرات تحت منزله: هؤلاء ليسوا فلسطينيين، إنهم إسرائيليون، لا يوجد لديهم خبز ولا مال ولا يوجد ديمقراطية، خذ إجازة واستعد لثلاث جلسات بالأسبوع في محكمة القدس اللوائية. منطقة الشرق الأوسط بكل الأحوال في ظل أزمة كورونا في إطار الموجة الأولى كنا على الحياد إلى حد ما، أرقامنا كانت متواضعة، لم تسجل الإصابات بالنسبة التي شاهدناها في أوروبا، أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية. إنما في ظل الموجة الثانية والخوف من تداعياتها، هذا الممرض العراقي على منصتنا، منصة ميادين جو، كان يغني للمصابين بكورونا لرفع معنوياتهم. نتابع محمد كريم. بودعك يا ضنا انا وباخي، تسرح وتمرح وتشوف السعاده، انا لي اريد التمس المريض. المريض جاي تفكيره كله خوف وقلق وحزن وكل الضغوطات عليه، نحاول بالأغنية نطلعه من هذا الضغط اللي هو به إلى دائرة أمان. بالغربة ضاع العمر، الله يا عمرك، مساهري ويلي وكل من مشى درب راحة وكل من دنيا وعلي صعبة وفرحة بالحليم تني الهلي ردي الهوى ومحتاج أشمة، تعلمنا الصبر منك يا يما الهوى انت محمد، هذا الفيديو التي لاقى فرحة وقبول كبير لدى الجمهور العراقي على تويتر. من عائد نفسي على المرض. صحيح، ودعم معنوي في هذه المرحلة الصعبة. سرعان ما انقلب على هذا الطبيب بسبب ظهور له على إحدى القنوات الصهيونية، فانهالت التغريدات والانتقادات له التي على اعتبار أنه جزء من التطبيع. صحيح، جزء وهو من التطبيع. أمر مرفوض بطبيعة الحال لدى مجمل الشعوب العربية، سيما على التواصل الاجتماعي، على المستوى الثقافي، الإعلامي، الفني، على أي مستوى من المستويات، تجاري، اقتصادي أيضا. صحيح، لينصب عليه غضب جمهور تويتر ولينسوا ما قام به من أمر معنوي تجاه والدته بسبب الظهور على قناة طبعا إسرائيلية. أمر مرفوض التطبيع طبعا على كل أشكاله. أيضا في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى ما كنا تحدثنا عنه سابقا في ما ورد عبر مجلة أو جريدة إلاف السعودية الإلكترونية. كان هناك عبرها لإحدى الكتابها جرجس كوليزادة دعوة صريحة ومشؤومة إلى إعادة تحريف القرآن الكريم، إعادة كتابته، الحجة دائما من دون الخط العثماني. طبعا المقصود هو المضمون، هو تحريف القرآن الكريم، وهو ما لا تقبله، وهو من خارج القيم والأعراف والمحرمات الشرعية أصلا. كان هناك جدل واسع في هذا الإطار وتفاعل سلبي على المضمون. صحيح محمد، كان هناك تفاعل سلبي على حول هذا الموضوع. مثلا هذا الناشط يقول: القرآن محفوظ بأمر من الله وفشلت كل محاولات الطعن. وتغريدة لناشط آخر أبو عبد الله يقول: نلحق نسوي عمرة قبل إعادة الأصنام. وناشط آخر في تغريدة له يقول: لا تصدق ما يكتبه أعداء المملكة العربية السعودية ما لم يكن هناك دليل قاطع، فنحن نتعرض كل يوم لهجوم قذر تشنه علينا أقلام تكتب بلغتنا ويلبس أصحابها لباس خليجي، ولكنهم أجانب لا يدينون بديننا ولا ينتسبون للعرب أصلا. بدوره يعقوب النجيدي قال: القرآن محفوظ بأمر من الله، فشلت كل المحاولات للطعن به وذهب أصحابها لمزبلة التاريخ، لن يكون هناك قرآن عهد جديد وقرآن قديم. بدوره صقر تميم: نقمتك على ديانتك المحرفة بتكره الدين الحق، أطرح استفهامك المريض وأشرح لنا الجملة البائسة المبهمة. نايف أو غامدي يقول: سود الله وجهك يا صغير.
من السعودية إلى جارتها الإمارات، ومع خبر إعلان عن أن الإمارات قامت بإطلاق تسمية على أحد شوارعها في وسط مدينة العين اسم شارع بيروت. سفير دولة الإمارات في لبنان نشر هذا الخبر وأعلنه، وقال على تويتر: تسمية شارع بيروت في وسط مدينة العين ضمن مشروع العنونة لإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل. كيف استقبل الشارع اللبناني هذا الخبر؟ يعني البداية من الشارع الرسمي، الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري قال: تبقى بيروت علامة مضيئة في وجدان العرب، شكرا أبوظبي. الردود الشعبية انهالت عليه صحر الأطرش، تقول عبال بيروت يصير فيها كهرباء مثل شارع بيروت. للأسف أيضا أريج علقت بالقول: شارع بيروت بأبوظبي مضوي أكثر من بيروت تبنوني. يعني يأتي ذلك يعني في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية يعانيها اللبنانيون وانقطاع متواصل للتيار الكهربائي، لذلك هناك هذه المقاربة. يعني فيما منطقتنا بمشاكلها الاقتصادية الاجتماعية إلى حد ما التنموية يلقاها الغرب بدعايته بوجه سلبي، تبقى الأصالة الغنائية الفنية لكوادرنا وكبارنا عبر مر الأجيال هي من تلقى بظلالها بإيجابية هذه المرة في الساحة الغربية، برغم كل الدعاية والإعلام والإنتاجات الموسيقية والفنية الضخمة التي يحظى بها النجوم في أمريكا والغرب. بيونسي نجمة الشباب الأولى عالمياً معجبة بفيروز أداء صوتا لحنا، عبرت عن ذلك بفيديو لها كان له الأثر البليغ في حسابات التواصل الاجتماعي نتابع. I hear you like Arabic music. Is there anyone in mind that you listen to? I listen to Feroz a lot. Okay. I love actually stayed up all night and I didn't know anyone's names and I'm really mad because I wish I did because I want to get their records but their names never came on television. It was this woman, she was such a diva and the things she could do with her voice. Y'all have the most incredible singers in the world and I'm not just saying that. The things y'all can do with y'all's voices are just amazing and the melodies are amazing. I just can't even believe it because everybody can sing and I want to hear just like just people that aren't singers here. I wonder if just everyone can sing because every time I hear anyone from here sing they sound so beautiful. ومع اعجاب بيونسي بالرائعه فيروز، فاصل قصير نعود بعده لمتابعه انتم اونلاين. من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من أنتم أونلاين. مجددا غادى الأردنيات أمام البرلمان لإيصال رسائلهن ضد التعنيف الأسري سيما ضد البنات والزوجات بعد صرخات أحلام التي وصلت إلى كل أرجاء المجتمع الأردني، تلك الفتاة التي ضربت من والدها أو أخوتها حتى الموت. مزيد من التفاصيل معك عن تفاعل الأردنيات مع هذا الموضوع سيما المطالبة بالتشريعات والقوانين التي صحيح تحمي المجتمع الأردني من العنف ضد المرأة. الفتاة أحلام التي ذكرتها محمد ربما هي كانت الشرارة من أجل الدعوة للنزول إلى الشارع ولإطلاق سلسلة من الحقوق من أجل الحصول على حقوق النساء الأردنيات. صفحة مجتمع أردني حقوقي على منصة فيسبوك نشرت مقطع فيديو شاركت فيها أبرز المطالب التي أريد التعبير عنها من خلال الوقفة الاحتجاجية. نشاهد هذا الفيديو لإحدى النساء المنتسبات إلى هذه الصفحة مجتمع أردني حقوقي ومن ثم نعلق. حابين نوضح لكم أهداف الوقفة اللي إحنا عاملينها. أول إشي المطالبة بقانون رادع يخص العنف الأسري، المطالبة بمنع إسقاط الحق الشخصي في حالات العنف الأسري، المطالبة بتعديل المادة 340 الخاصة بجرائم ثورة الغضب، والمطالبة بإلغاء التوقيف الإداري بحجة الحفاظ على الحياة، والمطالبة بإيقاف التعميم الإداري بحجة الغياب، المطالبة بأقصى العقوبات طبعا بحق الجاني، وعدم قبول تعهد حماية الأسرة في حال وجود خطورة ولو متدنية على الضحية. نتمنى من الجميع يكونوا ملتزمين معنا بالوقفة ويلتزموا معنا بالشعارات اللي احنا نشرناها حتى ما تخرج الوقفة عن سببها وحتى ما يتم مساءلة أي شخص.
توازيا كان لمرح على حسابها في تويتر هذه التغريدة أنما وقف العنف ضد المرأة لا ينتهي بمحاسبة المجرمين بل يصبح عندما يصبح المجتمع يحترم المرأة كإنسان لها حقوقها وواجباتها كما لك في إطار الدولة وسيادة القانون المطالبة بإسقاط النظام الأبوي لا يعني أبدا هدم الأسرة بل إنهاء تحكمكم بالمرأة وأن يصبح لها اعتبارها كما لك مرفقة مع هذه الصورة المجتمع الأبوي قاتل. شادي العمارين يقول الموضوع أخلاقي بحت يعود للأهل والتربية والمجتمع التعميم على أغلبية المجتمع بأنه ظالم للمرأة مرفوض جدا. ذكرتني هذه الهاشتاج صرخات الأردنيات بهاشتاج الولاية بالسعودية آخر سنتين وخصوصا بعد شعارات الأبوة التي رأيناها. أيضا هذا الناشط يقول صرنا في عام 2020 ولازلنا نطالب بأبسط الحقوق حق العيش تحت هاشتاج أوقفوا قتل النساء وقمنا برصد بعض مقاطع الفيديو على السوشيال ميديا لأبرز الهتافات التي جرى تردادها في الساحة نشاهد هذا الفيديو. عم يستنى التفاصيل عم يستنى التفاصيل صوتي عالي وصوتي حر صوتي عالي وصوتي حر صوتي عالي وصوتي حر صوتي عالي وصوتي حر والتعنيف ما بيمر والتعنيف ما بيمر والتعنيف ما بيمر والتعنيف ما بيمر حرية 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 كرامة كرامة عدالة اجتماعية عدالة اجتماعية حرية حرية سوية بدنا ثورة على سوية هذا في سياق متصل في فيديو آخر للبنانية دانيالا سمعان زوجة نجم كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس هي والدة لخمسة أطفال كانت تعرض فيديو لاقى رواجا كبيرا وتعليقات استهزأت بسلوك الوالد كما سنشاهد لأنه أمر مرفوض في عصرنا اليوم أن نشاهد بعد هكذا مشاهد كما سنتابع في سياق هذا المشهد أن يجر ويعامل الولد الطفل بهذه السلوكيات نتابع. هو فعلا فيديو مرعب أن يتم التعامل مع الأطفال بهكذا الأحوال التعليقات كالت الإهانات للوالد وأدانت هذا المشهد كانت دانيالا سمعان تقول يا حرام شوفي ولاد عم تتعذب لو ببلد محترم كانوا حبسوا أخذوا منه ولاده. إلى موضوع آخر محمد ومع تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبعد قرار إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن وما لمح به ترامب اليوم بأنه قد يتجه إلى خطوات أخرى دبلوماسية تتعلق بإقفال بعض المؤسسات الدبلوماسية في إطار التوترات لا يزال هناك قضايا لا يتم تسليط الضوء عليها تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين في أمريكا في الولايات المتحدة. هذا الناشط ركز على هذا الموضوع ونشر في سلسلة تغريدات وصور يقول فيها أن الحكومة الأمريكية تقول أن الصين تضع الأقليات في مخيمات بينما هي من تفعل ذلك وهذا ما يوضح من خلال هذه الصور. شارك هذه الصور لكيف يتم وضع المهاجرين غير الشرعيين داخل مخيمات حدودية في الوقت الذي لا يركز فيه الإعلام على هكذا مواضيع. ليس فقط الإعلام الأمريكي إنما الإعلام الذي يدور في الفلك الأمريكي في أوروبا وباقي الدول. أيضا كان له ضمن هذه الثريد سلسلة تغريدات منها أين الدعوات الدولية ضد الولايات المتحدة لمنشآت احتجاز المهاجرين؟ أتساءل كيف سيكون الرد لو فرضت الصين وروسيا عقوبات على أمريكا لإدارة معسكرات الاعتقال هذه؟ تتهم الولايات المتحدة تتهمها للصين بدون أدلة بينما تفعل الشيء نفسه بالضبط. وطبعا إذا أردنا إثارة مزيد من رد الفعل حول هذا الموضوع هناك أطفال تقتل تسجن لا تلقى العناية الصحية والاجتماعية اللازمة خصوصا في ظل أزمة كورونا وما تبعه من حالات وفيات أو إصابات ولم يكشف عنها الإعلام. أيضا تغريدة أخرى في الإطار نفسه أضاف إن وسائل الإعلام العالمية المدعومة من أمريكا لا تدفع الموضوع باستمرار بقصص الرعب كان الحدث كبيرا لأسبوعين ثم ترك للذاكرة فأين هي التغطية الإعلامية؟
بعيدا من التوترات السياسية، الصين تعمل ربما بقدم وساق لاستكشاف الفضاء والاستكشاف تحديدا كوكب المريخ، فقد أعلنت اليوم عن إطلاق أول مسبار لها إلى كوكب المريخ، وأعلنت أن التجربة كانت ناجحة. وشارك هذا الناشط فيديو لأشخاص مواطنون على شاطئ البحر يشاهدون هذا الحدث الاستثنائي لإطلاق المسبار إلى كوكب المريخ. ومن مهام هذا المسبار محمد أنه سيدرس جيولوجيا المريخ، التربة السطحية هناك وتكوين سطح المريخ، إضافة إلى المجال الفيزيائي والهيكل الداخلي لكوكب المريخ. المسؤول في وكالة ناسا جيم براينشتاين يقول الصين في طريقة للانضمام إلى مجتمع المستكشفين العلميين الدوليين في كوكب المريخ، سترحب بك الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والهند وقريبا الإمارات العربية المتحدة. وطبعا أمس أطلقت الإمارات مسبار الأمل في كوكب المريخ للشروع في عام مثير من الاكتشافات العلمية، فتمنى لها رحلة آمنة. وأيضا هذه التغريدة وهذا الفيديو، لماذا أصبح المريخ قبلة الاستكشاف الفضائية للبشرية؟ نتابع في هذا الفيديو. Many countries like the US, the UAE, China and Russia are carrying out their own Mars exploration missions. Mars is one of the 8 planets in our solar system and is called the Earth's sister planet because the two planets have a lot in common. The red planet's diameter is about 53% of the Earth's one, and the mass is 14% of the Earth's mass. Mars also has diverse terrain, including mountains, plains, and canyons. And the most important thing is that water resources exist on both Earth and Mars. Scientists have found that a large part of the surface of Mars was filled with water billions of years ago. If the Earth is threatened by too much disasters, human beings may need to find another planet in the universe. من كوكب المريخ إلى صور التقطها مصور صيني وزوجته، التقط هذه الصور الجميلة التي نراها على الشاشة التي تبدو وكأنهما يجلبان المذنب المع مذنب منذ أكثر من 20 عاما محمد بشبكة صيد سمك أثناء عبوره السماء في مقاطعة كانسو شمال غرب البلاد. إذن كما نرى في هذه الصور هي فعلا صور خلابة وجميلة جدا ورومانسية. أنا أفكر بحالي لو بدي أتصورها مع كانت محلون ما بتزبط على طول حالي حدا يوقف حد. مع هذه الصور الرائعة غادة نصل إياك إلى ختام حلقة أنتم أونلاين. شكرا لك، الشكر أيضا موصولكم مشاهدينا لطيب المتابعة. هل من تذكير بروابط أنتم أونلاين؟ طبعا دخول إلى موقع الميادين دوت نت باللغة العربية، فضلا إلى موقع الميادين باللغة الإسبانية، ومنصاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وإنستغرام، والتفاعل تحت هاشتاج أنتم أونلاين. شكرا غادة، إلى اللقاء.